كيفك؟ أنا رايح على المكتب، عندي شغل. ستي حكت مع الحكيم، في شي فهمانته غلط. حكيم؟ قلتي حكيم؟ تمام. بس نحن سألنا من قبل مشان حفلة العرس تبع مهك، ما في حد اعترض على الوقت ولا قالوا شي. طاقة سلبية؟ طاقة سلبية؟ شو هالحكي الفاضي؟ هذا غلط، صح؟ لو كنت بوثق بالطاقات كنا أنا ومهك تزوجنا من زمان. ستي لو أنا كنت بعتقد بهالقصص هي ما كنت بالموقع اللي أنا فيه هلا. أنت ما بتعتقد بالعالم كمان؟ العالم ما رح يلغي وجوده سواء أنت بتوثق فيه أو لا، وخطيبتك في عندها طاقة سلبية. شوريا، حتى لو ما كنت بتوثق رجع خذ بنصيحة الحكيم كرمالي ابني. بترجاك شوريا، هاي المرة بس رد علي. شو عم تقولي؟ هاي نصيحة الحكيم؟ مرت عمي قولي لي شو قصة الحكيم. يلا في حل بسيط، ما في شي مو طبيعي لازم ينعمل. لو سمحت شوريا وافق. وافق ستي. خالتي مو مشكلة. لا. خلص ليش ستي؟ هذا كله حكي فاضي. ماشي عمال اللي بريحك تصطفل شوريا. اسمعيني شوي ستي. ليكي خليني احكي مع شوريا بس دقيقتين. إذا كان بدك 70 مليون روبية لا تحاولي تعملي هيك دراما. عم تفهمي؟ شيبك هاي مو بس لمصلحتي، كمان بتهمني مصلحتكن انتو كارونا. الحقيقة انه في طاقة سلبية ونحن لازم نحلها وبأسرع وقت. شوريا نحن لازم نخلي الباقيين يتصرفوا أحيانا مثل ما بيحبوا. وستي هيك حابة تساوي؟ لو سمحت أعمل اللي قالته. لو سمحت كرمالي. ماشي. بتمنى يعم الخير والسلام. بتمنى يعم الخير والسلام. بتمنى يعم الخير والسلام. خير والسلام. بتمنى يعم الخير والسلام. بتمنى يعم الخير. وينك انتي؟ انتي تعي تعي. انتي فيك شي؟ انا ناطرتك هون. بتتأخري؟ عادي، تعلمي تكوني صبورة شوي شوي. تلانا هلأ ورجيني ورجيني إياها. يلا بسرعة ورجية. تفضلي شوفية.
نفذي الخطة. امشي. يلا. انتي بتجنني. شوريا؟ كأني شفت شي عم يلمع هنيك، كأنه كان في حدا عم يركض. ستي؟ ستي، انتي شو عم تساوي هون؟ انا عم نظف البيت، عم رش مبيد حشري. ايه مرحبا ستي. اهلين، خلينا نروح. يلا صار الوقت للمراسم، يلا امشوا. يلا، يلا. بتمنى تمشي اموره للسيد شوريا ويتوفق بحياته مع مهي. باينت هالحي بلا فايدة مثل شوية لانا. ليش ما عم تعض؟ عضي مهيك وخلصينا. شو صار؟ يا مدام أنا غلطت، أنا عطيتها الحية السامة بدل ما أعطيها الحية اللي بلا سم. شو؟ كيف بتعمل هيك؟ أفرا جيب السيارة، اتصل بالدكتور فيكي بسرعة. بتصل مهيك فيكي. الو
رباط قطعة قماش على إيدها، ولا السم رح ينتشر. بسرعة ابني اربطه. يلا يلا اربطه بسرعة. شوي يلا. مهيت ما رح أصر لك شي، أنا هون اصحي. مهيت ايه، حمي سكين وجيب لي اياها. يلا بسرعه روح. يلا الو دكتور. ايه عجل شوي، عجل شوي. عندي دواء عشبي نافع، اذا اخذته رح تتحسن. رح جيبه. ايه ثواني. مهيك بنتي. مهيك مهيك مهيك. يلا خلصي. مهيك توقف مع مضاد السم، بده ربع ساعه حتى يكون هون. شو صاير؟ مهيك مهيك مهيك. شي حدا منكم يقول لي شو المشكلة؟ مهيك عضتها حية والسم عم ينتشر. مهيت مهيت استعجل. تفضل. مهيك شارية انتبه. لا شوريا يا ابني. لا لا شوريا، لا شوريا، رجاء انتبه. انتبه ابني، دير بالك. انت شو عم تعمل؟ انتبه شوريا، هلا بتأذي حالك. شوريا لا تعمل هيك. شوريا انتبه. شوريا شو عم تعمل؟ لا تقوم تتأذى شوريا، انتبه. مهيك رجاء قومي، ما رح يصير لك شيء. أنا هون. مهيك مهيك شوري، فتح عيونك. مهيك مهيك بنتي. لا أنا هلأ صرت بمشكلة كبيرة، إذا ماتت من عضة الحية ما بعرف شو رح يصير. رح يجن شوريا، لازم أتصرف. وين حطيت الدواء؟ هديك شويتا عن جد طلعت ما بتفهم، بعدت حية مسمومة. ما بدي روح على السجن بهالعمر. وين حطيت مضاد السم؟ وين؟ لقيته. جاوبيني بصراحة. مو انتي ورا اللي صار؟ انا رح اكتشف الحقيقة اكيد، وبعدها انا ما رح اعطيكي مصاري ورح اعاقبك اذا بيصير اي شيء لمهك. انا ما كنت ناوي ادفع لك مصاري. طيب ليش؟ ليش عملتي اللي عملتيه؟ قولي. اسمعي، أنا ما عندي أي سبب لأعمل شي مثل هاد. معقول أزيها؟ كنت بعرف كتير منيح إنه أنت ما كنتي رح تعطيني المصاري. فكري فيها، ليش لفوت حالي بهيك مشاكل معكن؟ جاوبيني. إذا اللي عم بتقوليه طلع مو صحيح، وعرفت إنه أنت ورا اللي صار ما حدا رح ينقصك وين ما رحتي. أنا رح جيبك لو كنتي بآخر الدنيا، بغض النظر وين بتتخبي وقتها. أنا رح لاقيك وعلمك درس ما رح تنسي، فهمتي؟ أنا وين ما بروح بحل الخراب، وكل ما حدا عمل شغلي غلط بيحطوا الحق علي. بالنهاية أنا من عائلة بسيطة. أنت مفكرة أني أنا صاحبة الأفاعي؟ ليش لخلي الأفاعي معي أصلاً؟ كورونا أنا ما عملت شي، صدقيني. خالتي مهيك ما عم تستعيد وعيها، جسمها عم يصير أزرق. لو سمحتي خليكي معنا.
يلا. شوريا شوريا لا شوريا لو سمحت لا تعمل هيك شوريا. شوريا شوريا هيك خطر عليك. لا تعمل شوريا خلاص لا تقوم. شوريا شفتك انت. شوريا لا تعمل هيك، الدكتور شوي وبيكون هون. انا بدي انقذ مهيك، رجاء فتح عيونك مهيك، بترجاكي فتح عيونك. بعده بعده شوي بسرعه، تحركوا تحركوا. انا جبت الدواء، شوريا جربها هذا الدواء، خليها تشرب منه شوي، حطوا على تمها يلا. مهيك بترجاكي تصحي، مهيك بترجاكي قومي، مهيك يلا لو سمحتي بترجاكي فتحي عيونك، مهيك قومي. لو سمحتي لا تعملي هيك، ما هيك بترجاكي أمي. ما وعدتيني إنك تضلي معي؟ شو ما صار نتشارك حياتنا؟ وعدتيني نتشارك الحلوة والمرة. ما فيك تتركيني وتروحي هيك ما هيك. ما وعدتيني إنك رح تكوني القوة تبعي على طول؟ كيف لكان فيك تتركيني؟ ما هيك بترجاكي؟ يلا أمي لو سمحتي. لا شوريا هذا الدواء اللي أعطيتك إياه رح يعطي مفعوله، خليك قوي شوريا رح يعطي مفعوله أكيد. مهيك بترجاكي، مهيك لو سمحتي قومي كرمالي قومي مهيك. مهيك منيح إنه صحيت فقت. شفتوا؟ شفتوا؟ قلت لكم إنه دواي بينفع لك كثير منيح. مهيك 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 منيح نفقت. شكرا ستي، أنت أنقذتي حياة مهيك. لو ما رجعتي صحيتي أنا كنت متت وراكي فورا. استعجل استعجل بسرعة. تفضل دكتور تفضل، استنوا الدكتور هون بعد شوي عنا. تفضل تفضل شوريا خلي مهيك تتسطح. ايه يلا. شو هاد اللي عملتيه؟ انتي ما بتفهمي؟ انا كنت بعرف منيح انك وحدة غبية وما بتفهمي، بس ما توقعت تكوني لهالدرجة تعطيني حية مسمومة. دكتور ستي عطتها دواء عشبي من شوي، هلا وضعها منيح، رح اكتب لها شويه ادويه ويا ريت تجيبون بسرعه. اعطيني الوصفه انا بروح بجيبها دكتور فورا. لا عمي اكيد انت تعبان، انا رح اجيب الوصفه. يلا طيب مهيت جيب الادويه وارجع لهون بسرعه. تفضل دكتور. يلا شرف. لمشاهده المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.